إجراءات جديدة للحصول على رخصة السياقة. كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا بالرباط عن الخطوط العريضة لبرنامج عملها برسم سنة 2023 الهادف إلى تحسين شروط السلامة الطرقية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين والمهنيين. ويتمحور هذا البرنامج الذي جرى تقديمه خلال ندوة صحفية من قبل المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بحضور وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل حول محورين رئيسيين يتعلقان بالعمليات الهادفة إلى المساهمة في تحسين شروط السلامة الطرقية والعمليات المتعلقة بتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين والمهنيين، فضلا عن عمليات المواكبة في مجال التواصل وتسويق الخدمات. ففيما يتعلق بالسلامة الطرقية، تعتزم نارسا تأهيل منظومة اجتياز امتحان نيل رخصة السياقة وإدماج التربية الطرقية في المناهج الدراسية والأنشطة الموازية لفائدة الأطفال والشباب ومواصلة تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة الطرقية 2022-2024.